طيب، على الهاتف ينضم إلينا الزميل العزيز علاء سعيد، الإعلامي الرياضي المعروف، للحديث عن هذه المباراة وآخر الاستعدادات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاتحادي. علاء، مساء الخير، حياك الله معنا في صحف. أمسي عليك وعلى كافة المشاهدين. حياك الله علاء. اليوم الاتحاد والهلال، كل الأنظار تتجه نحو الجوهرة. صحيح، مباراة كبيرة حتكون اليوم إن شاء الله، بإذن الله نستمتع فيها بإذن الله. طيب، فيما يتعلق بالجانب الاتحادي، ما هي آخر الاستعدادات بالنسبة للمعسكر الاتحادي لهذه المباراة؟ على أنا سمعت أن في هناك استنفار كبير داخل المعسكر الاتحادي لهذه المباراة، على اعتبار أنها تمثل الكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال. صحيح، يعني أنهى فريق الاتحاد أمس يعني تحضيراته لمباراة اليوم أمام الهلال، كان في اجتماع كبير جمع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحايلي مع اللاعبين وتم التعهد يعني على تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث وتعويض الخسائر اللي تعرض لها الفريق اللي كانت امام الفيصلي. إدارة الاتحاد رصدت مكافأة مالية كبيرة للاعبين في حال تمكنوا من تجاوز هذه المباراة وتحقيق الفوز. كان في اجتماع آخر يعني جمع اللاعبين مع الجهاز الإداري بقيادة أسامة المولد، وكل هذه الأشياء كانت كلها من أجل تحقيق الفوز. يعني وكان فيه تصريح يعني حديث بيني وبين المحترف المصري محمود كهربا اللي قدم اعتذاره الكبير لجماهير نادي الاتحاد، وذكر انهم اليوم يعني حيدخل المباراة اليوم فقط من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة اللي تعرض لها الفريق. الأجواء الاتحادية علاء كيف كانت قبل الأيام الماضية وحتى قبل هذه المباراة؟ يعني احنا عارفين أن هناك عدم رضا من الجمهور الاتحادي على نتائج الاتحاد الفترة الأخيرة. صحيح، يعني الاتحاد يعني جمهور الاتحاد يعني منذ خسارة الفيصل يعني كان هناك فيه يعني عتب كبير من الجمهور، ويعني وكان غضب كبير من الجمهور على تلك الخساره. لكن يعني امس يعني تقريبا في خلال 48 ساعه الماضيه يعني كان في تحركات كبيره من قبل جماهير الاتحاد في التحفيز في الحضور، حتى في بيع التذاكر. يعني كان امس كان في تقريبا في الساعات الاخيره كان في بيع كبير، واليوم انا اتوقع بنسبه كبيره حيكون يعني جمهور الاتحاد يعني حاضر من الساعه 5 عصرا لشراء تذاكر من ملعب المباراه. نعم، في غيابات في الجانب الاتحادي غير فهد المولد علاء؟ في جمال باجندوح يغيب، ايضا احمد عسيري يتاكد غيابه تقريبا حيغيب عن الملاعب لما يقارب شهرين بعد اجرى عمليه في مشط القدم، بالاضافه الى عوض خريط عبد الرحمن الغامدي. صراحه الاتحاد الموسم هذا يعني من بدايه الموسم لحد الان الفريق يعاني كثيرا من الغيابات والاصابات اللي تجتاح الفريق. نعم، فهد المولد ضمن قائمه ال 18 لهذه المباراه علاء؟ شوف، فهد المولد منذ لقاء الفيصل حتى تمرين امس يعني لم يتمرن مع الفريق، يعني كان بعيد جدا بحكم الاصابه اللي كان يعاني منها، يتواجد الان مع الفريق لكن قرار مشاركته وعدمه. حيكون في اجتماع فني الساعه 4:30 تقريبا المدرب سيتخذ القرار النهائي، بس ما احب اوضحه انه فهد منذ لقاء الفيصل حتى الان لم يشارك مع اللاعبين في التدريبات بحكم الاصابه اللي كان يعاني منها في مصر القدم. هو ما تدرب مع الفريق الايام الماضيه صح ولا لا؟ نعم، ما تمرن يعني امس كان موجود معاهم، بس انه ما يعني لحد الان لم يتخذ المدرب سير القرار النهائي بمشاركته او لا، لان بحسب الاخبار اللي وصلتنا في البرنامج علاء انها ضمن قائمه ال 18، يعني ممكن يستعين فيه المدرب هذه الليله بأي مو 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 لحد الان في تقريبا 20 لاعب موجود في معسكر الفريق في النادي. يعني المدرب انا قلت لك الساعه 4:30 حيتخذ القرار النهائي، حيتم استبعاد لاعبين والاكمال 18 لاعب الموجودين. فيما لو تم استبعاده علاء ممكن ياثر بشكل كبير على الفريق الاتحادي غيابه؟ والله فهد المولد يعتبر عنصر يعني مهم جدا في فريق الاتحاد، يمكن شفنا مباراه الفيصلي يعني بعد خروجه وبعد ما كان الفريق كان فايز 1-0، لكن باذن الله يعني فريق الاتحاد يعني ما يتاثر بغياب لاعب واحد او شيء، لانه هناك في عدد من اللاعبين قادرين على تعويض ذلك الغياب. طيب اخيرا علاء، في كلاسيكو في الكرة السعودية غير الاتحاد والهلال؟ والله الفترة الأخيرة تقريبا أتكلم عن 20 سنة الموجودين فيها، الاتحاد والهلال هو الكلاسيكو الأبرز صراحة. يعني أنت تتكلم عن حضور جماهير لحد الآن عن طريق موقع مكاني تقريبا 21-22 ألف تذكرة انباعت، يعني يعتبر حضور جدا ممتاز قبل المباراة. يعني لأن الآراء اختلفت حول هذا الموضوع وانقسامات كبيرة في الشارع الرياضي، والغالبية يمكن ترى أو تذهب إلى هذا الاتجاه أن الكلاسيكو الوحيد هو الاتحاد والهلال، معهم أنت في هذا الرأي؟ أنا صح مع هذا الرأي تماما. إذا تتكلم بحيث الكلاسيكو قبل ما يبدأ 20 ألف مشجع حاضر المباراة، كنت شفنا الكلاسيكو اللي كان بين الأهلي والنصر قبل الأحد الماضي كان حضور الجماهير كله 10,000 يعني. نعم، المباراة ما بدأت الآن هي 20,000. يعني ما عندنا كلاسيكو غير الاتحاد والهلال. صحيح، أكيد. شكرا لك علاء، يعطيك العافية. شكرا للزميل العزيز علاء سعيد الإعلامي الرياضي المعروف عبد الكريم.